الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ عليكم بعض الأحاديث والروايات الأخلاقية فيما يخص الصائم والصوم وأخلاقياته وآدابه وما يتعلق به من الالتزام ببعض الأخلاقيات التي قد تكون مفطرة للصائم ومبطلة لصومه على الصعيد الأخلاقي، وإن لم تكن على الصعيد الفقهي وما ورد في الرسائل العملية. من هذه الروايات ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، وعد أشياء غير هذا، وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. وزاد في خبر آخر: ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأة تسب جاريتها وهي صائمة، فدعا بطعام فقال لها: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب. انتهى هذا الحديث وهذه الرواية. كما أن هناك رواية أخرى، أو بالأحرى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. هذه الأمور كانما وردت في هذه الحديث كونها من المفطرات الأخلاقية للصائم التي يجب أن يتجنبها الصائم في صومه وفي شهر رمضان وفي نهار شهر رمضان، بل وفي ليل شهر رمضان كما قلنا في حديث سابق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم. وورد أيضا في خبر لا بأس من قراءته أيضا: إن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا. فسوى فبعثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذناه في الإفطار، فأرسل إليهما قدحا وقال: قل لهما: قيئا فيه ما أكلتما، تقيئا فيه ما أكلتما. فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا، وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتا القداح يعني. فعجب الناس من ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هاتان صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا عما حرم الله عليهما. فقعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تختابان الناس، فهذا ما أكلتا من لحومهم. انتهى هذا الحديث. ثم ان هناك حديثا اخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال: من اغتاب مسلما بطل صومه ونقض وضوءه، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله، كأنما هو صائم ولكنه يفعل المحرمات في شهر رمضان، فهو ينزل منزلة المفطر وينزل منزلة المحدث وما شابه ذلك من الأمور الأخلاقية التي ترد في الأحاديث والروايات. كما وفي الكافي بإسناده عن الصادق عليه السلام قال: أن الكذب لتفطر الصائم. قلت: وأيانا لا يكونن ذلك من، يعني منو ما يكذب، وإيانا لا يكونن ذلك من؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما ذاك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. فالكذب على الله وعلى رسوله سواء في قراءة القرآن أو الروايات أو الأحاديث أو ما شاكل ذلك، بل وإسناد ما إسناد شيء إلى الله وهو لم يقله، هذا أيضا شنو؟ حرام. لم يشرعه الله عز وجل، هذا أيضا شنو؟ حرام أكيدا. فهذه الروايات والأحاديث تنص على وجوب أن يلتزم الصائم بهذه الآداب وترك الغيبة والنميمة والنظر بشهوة وما شاكه ذلك من المحرمات، لكي يكون كما قلنا صومه كاملا متكاملا ومجزيا وبمستويات وبمستوى عالي من الكمال. جزاكم الله خير جزاء المحسنين.